في خبر غريب تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بأن الشرطة السعودية ألقت القبض على عامل أجنبي ومعه 72 قنينة بول بشري عبأها بنفسه من بوله الخاص وكان يبيعها إلى السعوديين والمقيمين على أنها بول بعير. وقد اعترف العامل أنه واظب على بيع بوله لأكثر من 4 سنوات في مجتمع يعتبر بول البعير شرابا سحريا للاستشفاء من المرض وزيادة القدرة الجنسية. وكانت الشرطة السعودية في مدينة جدة قد أعلنت منتصف شهر أغسطس الماضي إلقاءها القبض على مقيم من باكستان يدعى باسم أورشيد، مضيفة أنه وردت معلومات من الدوائر الصحية بأن المذكور يبيع بوله الشخصي على أنه بول بعير وأوضحت الشرطة بعد التحقيق بأنه يزاول عمله هذا منذ 7 أشهر ويستخدم التقطير ويعلب بوله، وقد استغل بحث الناس عن بول البعير ودفعهم لمبالغ طائلة للحصول عليه للتداوي بالقيام بغشهم وخداعهم وإلحاق الضرر بهم. لا 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 لا